طوال ال 30 دقيقة. هل سيكون هناك ردة الفعل؟ الله، داخل المرمى محمود علاء يفعلها. محمود علاء يسجل بعد متابعة لكرة ارتدت من حارس المرمى عمرو حسام ليفتتح النتيجة والتهديف للقافلة البيضاء للبيت الأبيض. لم يترجم الكرة اللاعب الرؤى، ولكن ترجمها محمود علاء، هو القادر على الإمضاء. مدبولي قد يكون هو الأجهز في هذه الحالات. هاتوا خد جميلة مع كاسونجو، دخل منطقة الجزاء، الف ودور، هوبا هوبا، الله، الف ودور وحرك المدرجات بما فيها من جمهور. الآن يثور، الآن أتى عليه الدور ليضع هدف ثاني جميل رائع مع الدقيقة 40. الله يا مدبولي. كرة منقولة في الناحية اليسرى للعجان، يلعبها لمدبولي داخل منطقة الجزاء، استلم لف ودار، اوبا مدبولي جول، مدبولي جول مع الدقيقة 66. يفعلها عدتك ولا حتشتريها؟ شكلك يا مدبولي كنت ناويها. نعم، يوديها في الشباك يسكنها، يضع هدف ثالث لتصبح النتيجة الآن ثلاثية بيضاء. مدبولي يمر من عمرو حسن ثم يسكنها في المرمى في الشباك بعدما صدمت بقدم لاعب، ولكن هي عارفة طريقها، هي عارفة المسار الآن.